رنا جينك. هاد الغنية من التراث الشعبي المسامعي، وهي المخيرة في العرس تاع البهجة. الأولانيين اللي غناوها هما المستمعات، هاد الفرقة تاع الشيخات اللي كانوا يزهيو بكري العرس تاع القصبة. كانوا يبداو هاد الغنية كي يدخلوا دار فيها فرح، يضربوا الدف والدربوكا ويدعيو بالهنا والخير للعروسة. النسخة تاع رنا جينك اللي مازلنا نسمعوها حتى اليوم هي تاع الفنانة الراحلة مريم فكاي. انزادت مريم فكاي في 1889 في العاصمة. بدأت الموسيقى مع الشيخة يامنة اللي كانت أول معلمة تاع الشعبي بالجزائر، وهي اللي علمتها فن المسامعية. كانت مريم فكاي تغني ترقص وتضرب الدربوكة، وتعرفت هكذا في الأول موهبتها في الرقص الشرقي اللي ادتها حتى لباري، وين ولات راقصة مشهورة. وكي لحقت في عمرها 40 سنة تعرفت على محي الدين بشتارزي، مدير الجمعية الموسيقية المطربية، وهو اللي رجحها مغنية مشهورة وبدأت تعمل جولات الفنية. في عام 1935 مريم فكاي كونت فرقتها الموسيقية تاع الشيخات، ودخلت في المسامعي خطوة الرقص وإيقاعات موسيقية جديدة. هذا واش رجحها مقصودة بزاف في العاصمة، وبزاف من العائلات كانوا يعيطوا لها باش تغني لهم وترقص في فرحهم. وولات مريم فكاي أكبر شيخة على القصبة. في هذا الوقت تلاقت بالفن هنا التلمسانية المعروفة الشيخة طيطمة. بداو يحيوا السهرات الموسيقية مع بعض. هذا الشيء خلى مريم فكاي تتأثر بالفن الأندلسي الغرناطي تاع الشيخة طيطمة، وبدأت تغني قصايد الشاعر التلمساني محمد بن مسايب. ومن بين الفنانين الآخرين اللي كانت تتعامل معاهم نلقاو فضيلة الزيرية اللي بدأت مع فرقة الشيخات تاع مريم فكاي. مريم فكاي كانت تخليها تغني كامل الاستخبارات في العرس، وهكذا تشهرت فضيلة الزيرية. جهزوا الأيام والفرح في القصبة حتى توفت مريم فكاي في 1961، وهي اللي حافظت على فن المسامعي، ومازلنا نسمعوا هالأغاني في عرسنا حتى اليوم.